واحنا نتكلم عن يعني الدعم الكبير الان، وانت تشاهد المملكه العربيه السعوديه في عده تغيرات يعني، والله الحمد دائما للاعلى في شتى المجالات. كيف ينظر ابو طلال لهذا التغير لتشهد المملكه العربيه السعوديه؟ اقول يا رب امين يديم علينا الامن والامان امين، ويا رب يديم علينا مولانا وابونا وحبيبنا خادم الحرمين الشريفين امين يا رب، سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان. عارف الروح رجع، في طاقات، في طاقات، يقول لك دعم الجمعية زمان والوزارة وإحنا ممثلين والدنيا، وطاقات هنا وطاقات في مبتكرين وعباقرة وحلوين والدنيا. فلما جاء هالشيء احنا بخير ونعم الحمد لله، لكن عارف مين جاء قال لك يلا بسم الله؟ احنا عندنا رؤية بكل المجالات للشباب، الأطفال، الأسرة، التعليم، الصحة، الموهبة، لكن نبغى الشيء اللي يعني يكون أعلى شيء وأجمل شيء نطلع فيه للعالم كله. والحمد لله عشان كذا أنت بتشوف أجمل ما موجود عند شبابنا وطالع والناس تتكلم عنه. الله الحمد. إيه يعني ما نرد والله نسوي دعم ماشي، لكن هل هو الدعم هذا اللي موجود الآن اللي قدمت لك إياه؟ إذا أنت ما بتمتلك هالموهبة ولا عندك هذه الإمكانيات الحلوة الموجودة، يا الفرد السعودي شباب ورجالنا وحبايبنا وبناتنا وأولادنا وكلهم، لأنه فاهمينك وعارفينك ولا تمرك، فعارفينك أنه أنت شيء جميل وعندك طاقة حلوة وجميلة. يلا بسم الله إحنا معاك، إحنا معاك وحنا قدها وقدود إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا رب والله يحفظكم يا رب.